أهلا بكم. والبداية من تعز، حيث تواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية خروقاتها للهدنة الأممية واستهداف مواقع الجيش الوطني تزامنا مع قرب انتهاء التمديد الإضافي الثالث لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن المحور العسكري في المحافظة مساء الثلاثاء رصده 20 خرقا للهدنة في جبهات القتال خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب بيان للمحور، فإن الميليشيا استهدفت مواقع الجيش في معسكر الدفاع الجوي بالمدفعية، فيما استهدفت مواقع في مختلف الجبهات. تترافق تلك الخروقات مع حراك دولي يسعى للتوصل إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة وتوسيعها لستة أشهر مقبلة، في وقت أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ أن الميليشيا لم تعلن بعد موافقتها على توسيع الهدنة التي من المقرر أن تنتهي في 2 أكتوبر المقبل. وفي يوم الثلاثاء شددت السعودية خلال اجتماع لمجلس الوزراء على التنفيذ الكامل لبنود الهدنة، كما حذرت من أن التعزيزات العسكرية للميليشيا وهجماتها داخل اليمن تهدد بعرقلة الهدنة. وعودة إلى محور تعز، ينضم معنا مرة أخرى السكرتير الإعلامي لقائد محور تعز السيد راكان الجبيحي. كنت قد سألتك عن آخر التطورات الميدانية في تعز على ضوء الخروقات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، تفضل. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. طبعا الوضع الميداني في محافظة تعز ما زال بتصعيد مستمر وتحديد مستمر من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. بالأمس القريب كثفت ميليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على الأحياء السكنية بالمدينة، لا سيما من شن هجماتها على مواقع الجيش سواء في الجبهة الغربية حيث المنفذ الواحد من مدينة تعز أو في معسكر الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز. هذا يأتي في ظل الاحتفالات مع الشعب اليمني بذكرى ثورة 26 سبتمبر، الذين عبروا من خلال هذه الاحتفالات عن معنى هذه الثورة العظيمة وما حملته من معاني ورسائل كبيرة. يأتي هذا التصعيد في ظل مساعي أيضا المبعوث الأممي ومحاولاته لتجديد الهدنة التي هي يتم الالتزام بها من طرف واحد، بينما ميليشيا الحوثي حتى الآن لم تلتزم بأي بند من بنودها أو لم تنفذ أي بند من بنودها. ما زالت تسعى في اختراقها، ما زالت تكثف من قصفها، ما زالت ترتب اوراقها الهدنه في صالح الحوثيين بدرجه كبيره واساسيه لاستمرار تصعيدها وحشدها، وكذلك لترتيب اوراقها وصفوفها من خلال استعراضاتها العسكريه الكبيره التي تحاول من خلال الرسائل بالداخل، وكذلك المجتمع الدولي لفرض واقع اخر عكس ما يريده ويحلم به الشعب وكذلك المواطنون. هذه المساعي مساعي الوطنيه من المبعوث الاممي تدل على تناهي واضح من قبل المجتمع الدولي وكذلك من قبل المبعوث الاممي تناهيهم مع توجه او مع ميولات الميليشيا الحوثي ومشروعه لاطاله امد الحرب او لعكس او لافراض واقع مغاير لما يريده ويحلم به المواطنون في الداخل. نعم، إذا في حال تم الإعلان عن تمديد جديد للهدنة، برأيك هل سيستمر التصعيد الحوثي في تعز؟ الحوثيين مستمرين في التصعيد سواء بهدنة أو غير هدنة، لا يعيرون أي اهتمام فيما يخص هدنة أو متاع أممية أو مثلا وضع إنساني. هي بالتأكيد لصالحهم في كل حال من الأحوال. هم من خلال الهدنة يحققون مطالبهم ويطرحون شروطهم، ومن جهة أخرى يكثفون من تصعيدهم المستمر وكذلك يكثفون من أعمالهم العدائية سواء عسكرية أو أمنية أو من فرض قيود على الساكنين وفرض إساوات وأيضا فرض أشياء غير منطقية وغير قانونية وغير حقيقية لاجتهاد الشبان المواطنين في مناطق سيطرتهم. نعم، سكرتير الإعلامي لقائد محور تعز راكان الجبيحي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.